وطبعا زي ما قلت لحضراتكم بدايه الحلقه، كان من احد اهم القرارات اللي خدها مجلس اداره السنه دي من وجهه نظري الشخصيه تعيين الرباعي. الرباعي اللي تعين في قطاع الناشئين واللي كان ليه دور كبير جدا في الطفره اللي حصلت، سواء مستر دانيك رئيس القطاع، مودي الجرحي مدير اداره القطاع كله ماسك الاداريات وكمان فنيات متداخل، لان هو طبعا كابتن الفريق الدرجه الاولى، وعندك الجمال كابتن ابراهيم الجمال وكابتن كريم ضيف. ولازم طبعا ما يبقاش معانا الحلقه دي لما يكون معانا كابتن مودي الجرحي مدير اداري فرق الناشئين بالكامل. اهلا بيك يا كابتن مودي. كابتن هيثم ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ وحشني ومبروك على الانجاز الكبير ده يا كابتن مودي. حضرتك كابتن هيثم مبروك لينا كلنا والله. حضرتك عارف يعني احنا يمكن اول مره بقى نخش في الموضوع الاداري وفنيا في اول السنه، فالموضوع كان جديد علينا، بس احنا كان حتى كلامي كله مع كريم والجمال وكنت داني ان احنا عايزين نعمل تغيير يعني في العقليات وفي كل حاجه. احنا النادي الاهلي هو كده الحمد لله، احنا طول عمر النادي الاهلي مش عارف هو بيكسب، هو السنه دي المعمول يعني حاجه جديده اللي انت صحيح كل حاجه يعني صحيح في البنات او في الاولاد صحيح يعني يمكن انجاز كبير. واللي عايز اقوله كمان يا مودي، الطفره اللي بانت على طول بامانه هي الروح. انت من اول ما جيت زي ما كنت روحك عاليه جدا في الدرجه الاولى، اشتغلت انت وكباتن مصر سواء كريم ضيف او الجمال على الروح على الالتزام، وده كان واضح من اول يوم توليت المسؤوليه يا كابتن مودي. ما بالظبط يا كابتن هيثم، حضرتك عارف ان الروح دي اهم من الفنيات على فكره، يعني انت ممكن تبقى فنيا كويس والروح هي اللي بتكسب. صحيح. فاحنا حتى عشان قريبين من اللعيبه كلها، وفي منهم اللي اتمرن معانا على فكره كتير في تحت 20 سنه وال 18 والكلام ده كله، فاحنا قريبين من اللعيبه، يعني انت بتتعامل مع اخواتك الصغيرين. صحيح. عامل انت بقى انت مدير الجهاز ولا انت مساعد قطاع الناشئين ولا الكلام ده خالص، بتتعامل كاخواتك الصغيرين وبتقول لهم يا جماعه احنا لازم نكسب، ان انت لازم تدخل تزرع جواهم الحته دي، ان انت النادي الاهلي هو يعني عظمه النادي الاهلي في الحته دي، ان انت تزرع جوه الناس ان انت تكسب من وانت او بتلعب. بص ايه لازم تكسب. صحيح. طب انت كابتن مودي، الجمهوريه يعني انت 16 سنه حسمت البطوله من قبل ما تخلص النهارده. حلو، امبارح لعبوا ماتش وكسبوه حسموا البطوله، يعني كده كده 16 خلاص كسبانه بغض النظر عن مباراه بكره ان شاء الله مع نادي الشمس. طيب النهارده احنا الانجاز الكبير ده انا ما افتكرش انه اتحقق قبل كده يا كابتن. والله خالص، انا بقى لي في النادي 30 سنه مش فاكر ان احنا خلنا كل البطولات دي في سنه واحده حتى ولا. صحيح. مش فاكر ان دي حصلت بصراحه قبل كده والله، يعني مع بس الحمد لله. يعني على فكره هي دي برضه هتعمل مسؤوليه ثانيه، ان انت الناس هتبقى ايوه صح تبقى صح دي خلاص. وخلي بالك المنافسه في الجمهوريه غير، المنافسه بتبقى اكبر. اه طبعا لما فرقه اسكندريه كمان معانا، وكمان بس انا عايز اقول حاجه والله على فرقه 20 سنه دي، عشان انا اتعاملت معاهم كلهم الفترات الاخيره ورحت معاهم الماتشات وكنا واقفين في العروب، ان هي الفرقه دي فرقه يعني عيال كلها رجاله من الاخر، دي ناس كلها رجاله واللي بيلعب ما بيلعبش مش فارق معاه، المهم يكسبوا. في ناس منهم من اللي قاعدين عند حضرتك النهارده ما شاركوش في اوقات كتير، عدد الدقايق مش كتير، بس لو تشوفه مع البنش بره وتشوف روحهم، عايز اقول لك ان الفرقه دي كانت يعني احنا كنا خلاص بونت لينا وتو شوت للشمس. صحيح. لو النيات من جوه ما كانتش صافيه وحد فيهم كان متضايق وحد فيهم كده كانوا هيجي نخسر عادي كده بالظبط ونخسر. صح. عشان العيال دي كلها رجاله ويوم هيستاهلوا ان هم فيه، فربنا كرم عشان هو الناس كانت صافيه والحمد لله ضيع الاثنين وكسبنا. فانا بقول لك انا بشكرهم عشان هم كلهم بصراحه اللي لعبوا واللي ما لعبش كلهم كانوا رجاله جدا جدا. كابتن مودي بجد انت يعني كلامك ده جه في الصميم والله العظيم، انت بتفكرني ايام ما كنا بنلعب مع بعض وكنت دايما بتتك على الروح ونسلك النيه عشان ربنا يكرمنا. بالظبط كده، دي اهم حاجه. كابتن حضرتك عارف حضرتك كبير وعارف ان الروح، انا بشوف ان الروح دي اهم فنيات. لو انت عندك، لو انت احسن لعيب في العالم وعندكش روح عمرك ما تبقى كويس. صحيح يا كابتن مودي، بامانه انا سعيد جدا بمداخلتك دي، وان شاء الله هنرتب يعني باذن الله وقت في هنا في الاستوديو تنوروني، عشان التجربه دي الحقيقه تجربه تحتاج الدراسه، لان وجود قامات كبيره زيك وزي كريم وزي ابراهيم مع الاحتفاظ بالالقاب نجوم مصر كلها في القطاع الناشئين، تجربه يعني الحقيقه عليها مجلس اداره وقطاع النشاط الرياضي طبعا برئاسه الكابتن خالد العوضي. طبعا وبرضه عايز اقول حاجه في الصعب بنات، برضه في كابتن اسامه النمر مع كابتن تاني، يعني ان شاء الله باذن الله فاضل لنا طول 16 سنه بنات، يعني لو ربنا كرمنا وقدرنا نكسبها يبقى كده كسبنا كل القطاع في البنات. يعني انا لسه البنات ما رحتلهاش عشان لسه في ماتشات، بس احنا ان شاء الله فاضل لنا يعني ايفنت واحد نكسبه يبقى احتكرنا البنات كمان. ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله نكسبهم باذن الله يا كابتن مودي، ونحتفل احتفال كبير هنا ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن مودي الجرحي، نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدير اداري قطاع الناشئين والناشئات، بشكرك شكرا جزيلا.